ألف ألف مبروك لفريق النادي الأهلي، وإحنا كالعادة تملي بنأجل الفرحة لغاية النهائي عشان ما نبالغش واللعيبة ما تخرطش في الفرح. فبقول إن مباراة بعد بكرة مع فريق الجيش في النهائي بإذن الله اللعيبة تنسى المباراة دي خلاص وانتهت. نقول لهم مبروك مباراة الزمالك، صحيح فريق الزمالك فريق قوي، الحمد لله أدينا أداء طيب جدا واضح من نتيجة المباراة. أعتقد إنه بقى فريق النادي الأهلي بقى له يعني شخصية مميزة، يعني اندماج الجهاز الفني مع اللاعبين، أداء طيب جدا وسيطرة على مجريات الأمور من أول شوط في المباراة لغاية نهايتها. فطبعا ببرك لهم وبقول لهم أهم حاجة إن احنا نركز في المباراة النهائية بعد بكرة، يعني دي مهمة عشان يحققوا الثلاثية بإذن الله.